عقيد الركن حاتم كريم الفلاحي، كيف وجدت حديث الشيخ نعيم قاسم عن أن القدرات العسكرية بخلاف ما تدعي إسرائيل، القدرات العسكرية لحزب الله ما زالت موجودة وهو لم يستعمل إلا القليل منها؟ ماذا استنتجت من هذا الكلام؟ نعم، حقيقة الخطاب الذي جاء قبل قليل حقيقة وضع النقاط على الحروف في مسائل كثيرة. أولا بأنه المواقف التي أعلنها حزب الله في الفترة السابقة لا تزحزح عن هذه المواقف، وإنما سيثبتون على جميع المواقف بإسناد قطاع غزة، وأن وقف الحرب في لبنان يستند إلى وقف الحرب في قطاع غزة. الأمر الآخر بأنه الضرر الذي أصاب الشبكة التنظيمية قال بأن البدلاء موجودين لكل قائد بديل، وأن الأمور تسري بهذا المجال وليس هناك أي إشكال في هذه القضية. الأمر الآخر بأن الضربات التي وجهت إلى حزب الله خلال الفترة الماضية هي شملت المستوى الاستراتيجي والمستوى السوقي من الشبكة التنظيمية، وهذا يعني بأننا عندما نتكلم عن القطاعات المقاتلة نتكلم عن قطاعات مقاتلة لا زالت تمتلك من الإمكانيات والقدرات ما يمكنها من أي مواجهة قادمة من التصدي للقوات الإسرائيلية. الأمر الآخر بأننا عندما نتكلم عن المعركة الجوية نتكلم عن تفوق جوي ساحق يمتلكه الكيان الصهيوني في هذه القضية، ولكن عندما نتكلم عن المعركة البرية فالسياق مختلف تماما في هذه القضية، وهذا ما يتكلم عنه الأمين الفلاحي. قبل المعركة البرية والوصول إلى هنا، هناك من يسأل لماذا ما زال حزب الله يستخدم القليل من إمكاناته العسكرية كما ذكر اليوم الشيخ نعيم قاسم، وترك ربما الأمور تصل إلى هذا الحد بالنسبة لإسرائيل، خصوصا أنه كان هناك سابقا معادلات رادعة يبدو أن إسرائيل تجاوزتها لأن الحزب لم يلجأ إلى استخدام السلاح الكبير والفعال الذي يقول أنه لديه. لماذا؟ ما جوابك؟ نعم، حقيقة في هذه القضية هو أشار إلى نقطة مهمة جدا، قال بأن هذه المواجهة قد تطول، وهذا يعني بأنه عملية الاحتفاظ بالقدرات العسكرية حسب العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله هي تأتي في سياق مرسوم ومخطط له مسبقا. الأمر الآخر بأنه حزب الله طوال الفترة الماضية لم يشأ أن يذهب إلى ضربة حاسمة قد تثير إسرائيل في عملية قصف الداخل اللبناني بهذه الطريقة التي استهدف بها حزب الله في الفترة الماضية، وهذه التي ستشكل نقطة تحول كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد أن تجاوزت إسرائيل جميع الخطوط التي وضعها حزب الله في عملية المواجهة. وهذا يعني بأن الاستنفار الكبير في الفترة الماضية للجيش الإسرائيلي والإمكانيات والقدرات الجوية كانت سببا في أن القدرات التي وجهت في عملية المواجهة هي قليلة جدا نسبة إلى ما يمتلكه حزب الله من إمكانيات وقدرات، وهذا يعني بأن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة كبيرة جدا في عملية الاستهداف، خاصة وأنه تكلم عنه نجح في هذه الفترة من استمرار الرشقات الصاروخية باتجاه الأهداف التي رسمت لها، واستطاعوا من إطلاق صاروخ وصل إلى أكثر من 150 كيلومتر، وهذا يعني بأن المواجهة لم تبدأ بعد بالنسبة لحزب الله في عملية قصف أهداف مهمة وحيوية في الداخل الإسرائيلي، مما يعني بأنه المواجهة مقبلة مع حزب الله. الفلاحي باختصار شديد. نعم، لا شك بأن عندما نتكلم عن الاستراتيجية لا نتكلم عن إمكانيات يعني نستطيع أن نقول متوازنة ما بين الطرفين، ولكن ما يمتلكه حزب الله هو كثير ويستطيع أن يضع إسرائيل في مأزق حقيقي، خصوصا إذا كانت هناك عملية اجتياح بري، لأنه العملية البرية كما قلت سياقاتها تختلف عن عملية المواجهة الجوية التي تتفوق بها إسرائيل بشكل كبير.